السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس اليوم هنتعرف على طرق التعامل مع المنتجات النفطية بصورة آمنة. لابد من الاستفادة من النفط بصورة آمنة. ما المقصود بمشتقات النفط؟ مشتقات النفط هي المواد التي تستخرج من النفط، بيتم استخدام هذه المواد في العديد من الصناعات. وما هي أهم منتجات النفط؟ هناك العديد من المنتجات النفطية. هذه المنتجات منها البنزين، الكيروسين، الديزل، أيضا الأسفلت وزيت القار، أقلام التلوين والأصباغ، منتجات التنظيف والمبيدات الحشرية، أيضا المواد البلاستيكية. كل هذه المنتجات وأكثر تسمى المنتجات النفطية. ما هي أفضل الطرق الآمنة في التعامل مع المنتجات النفطية؟ في أوقات تتكاثر فيها الحشرات داخل المنزل، وهذا اللي يخلينا نشتري المبيد، لكن في نفس الوقت لازم نتعامل معها بحذر ونتبع التعليمات الموجودة على ملصق كل عبوة، لأن التعامل غير السليم قد يؤثر سلبا عليك وعلى أطفالك وعلى الصحة العامة والبيئة. وعشان كذا احرص على سلامتك باتباع الخطوات التالية. عند الشراء اختر المبيد المناسب للآفة اللي ترغب بمكافحتها. اشتر ما تحتاجه فقط. اشتر العبوة الأصلية محكمة الإغلاق. تأكد من تاريخ صلاحية المبيد. تأكد أن المبيد يحتوي على رقم تسجيل، وهذا مهم لأنه يخليك تعرف أنه مصرح باستخدامه وتداوله من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء. وقبل الاستخدام انتبه لما يلي: اقرأ واتبع تعليمات الاستخدام المكتوبة على البطاقة الملصقة لعبوة المبيد. تجنب استنشاق المبيد. استخدم كمامة للأنف والفم. استخدم قفازات مطاطية عازلة لمنع تسرب المبيد إلى اليدين. وأثناء استخدام المبيد احرص على رش المبيد على الحشرات مباشرة وفي شقوق الجدران وأماكن تواجدها واختبائها. تجنب استخدام المبيد في وجود الأطفال والحيوانات الأليفة. تجنب الرش المباشر على المفارش أو الأواني المنزلية أو على سطح إعداد الطعام في المطبخ. تجنب الأكل أو الشرب أو التدخين. تجنب الرش على لهب مكشوف. وبعد الاستخدام أغلق عبوة المبيد المتبقي بأحكام وخزنها في مكان آمن بعيد عن متناول الأطفال وعن أماكن تخزين الأغذية. تخلص من العبوة الفارغة برميها في القمامة. اغسل اليدين بالماء والصابون. فيها كل هذه الطرق طرق آمنة في التعامل مع المنتجات النفطية. هناك بعض المشاكل هنعرضها ونشوف طريقة الحل لهذه المشكلة. المشكلة هنا هي سوء تخزين البنزين. في حالة تخزين البنزين بطريقة سيئة يمكن أن يستنشقه الإنسان، وبالتالي يسبب له العديد من المشاكل في التنفس. أيضا تخزينه بشكل جيد أو بشكل غير جيد يمكن أن يسبب الحرارة. الحل هنا هو أن نحفظ البنزين في علبة محكمة الإغلاق. أيضا نحفظ البنزين في مكان جيد التهوية بعيد عن المنزل أو بعيد عن الأشخاص المتواجدون في المنزل. أيضا يتم وضعه بعيدا عن الأجهزة المنزلية. أيضا نبعده عن أشعة الشمس المباشرة. هذا في حالة تخزين البنزين. هناك مشكلة أخرى هي تراكم الكثير من البلاستيك، مما يؤدي إلى تلوث للبيئة، وبالتالي يؤدي إلى أن يعيش الإنسان في بيئة غير نظيفة تضر بصحته. هذه المشكلة حلها هو استبدال أكياس البلاستيك بأكياس ورقية. استخدام الأكياس الورقية أفضل من الأكياس البلاستيكية. هناك مشكلة أخرى هي استخدام كوب البلاستيك في شرب المشروبات الساخنة. في بعض الناس بتستخدم الأكواب البلاستيكية في شرب المشروبات الساخنة. هذا يمكن أن يؤدي إلى حرق اليدين أو أيضا إلى مشاكل صحية أخرى. فالحل هو استبدال الأكواب
والقوارير البلاستيكية بأكواب من الزجاج. هستبدل الأكواب البلاستيكية بأكواب من الزجاج. المبيدات الحشرية هي منتجات نفطية تستخدم بكثرة للقضاء على الحشرات. فكيف يؤثر المبيد على الحشرة ويقتلها؟ هذا المبيد غاز سام يؤدي إلى اختناق الحشرة، فيسبب اختناق للحشرة فيقتلها. طيب، هل من الآمن أن يستنشق الإنسان هواء ملوث بالمبيد الحشري؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأنه غاز سام، يعني ممكن يسبب أيضا اختناق للإنسان. في النشاط الأول، التعامل الآمن مع المنتج النفطي. هنختار الصورة التي تعبر عن التعامل المناسب مع المنتج بوضع علامة صح، ثم إقناع الزملاء باختيار هذه الطريقة. الصورة الأولى، منتج نفطي أو بنزين موجود داخل علبة محكمة الإغلاق. في الصورة الثانية، في عبوة أو قنينة من البنزين طبعا ضعيفة موجودة في معرضة للشمس، فهو الأفضل طبعا هو استخدام علبة محكمة الإغلاق. هقنع زملائي بهذا الشكل اللي اخترناه بأن هذه العلبة محكمة الإغلاق ولا يمكن فتحها بسهولة. الصورة الأولى هي استخدام هذا الشخص للعلبة البلاستيكية لشرب مشروبات ساخنة. الصورة الأخرى يتم استخدام أكواب زجاجية، فالأفضل طبعا هو استخدام الأكواب الزجاجية. السبب لأنها مصنوعة من مواد طبيعية لا تتأثر بالحرارة ولا تتفاعل معها، وبالتالي لا تسبب أو لا تحدث أضرار. الصورة الأولى فيها أكياس، يعني يتم تعبئة الأشياء داخل أكياس ورقية، وطبعا هذا الأفضل. السبب هو الكيس الورقي يتحلل بسهولة وبالتالي يقلل من تلوث البيئة. في النشاط الثاني، مطلوب الرسم على اللوحة. جمل وزين لوحة في المدرسة أو في البيت بالألوان، وما هي الاحتياطات الواجب اتباعها عند استخدام ألوان اللوحة؟ معروف أن هذه الألوان تعتبر أيضا من المواد النفطية، فيجب التعامل معها بطريقة آمنة. أولا، يجب ارتداء القناع الواقي، أيضا ارتداء القفازات لحمايتي من المواد الكيميائية المنبعثة من هذه الألوان. هنختار الطريقة الأكثر أمانا في القضاء على الحشرات. طبعا الطريقة الأولى هي رش المبيدات، هي طريقة فعالة ولكن لها العديد من الأضرار. الطريقة الثانية هي الأفضل أو الأكثر أمانا. هنختار الطريقة الآمنة في وضع الماء. طبعا عرفنا أن وضع الماء داخل العبوات البلاستيكية عند تعرضها للحرارة يتفاعل الماء مع البلاستيك ويسبب أضرار للإنسان، فالأفضل هي وضعها في عبوات زجاجية أفضل. الطريقة الأكثر أمانا، هل استخدام الأكياس الورقية أم الأكياس البلاستيكية؟ الطريقة الآمنة هي استخدام الأكياس الورقية. السبب طبعا لأنها تتحلل بسهولة وبالتالي لا تسبب أضرار أو تلوث للبيئة.